تحياتنا لكم متابعينا ومشاهدينا من قناه الاخبار، معكم حسين هشام وحلقه جديده ومباشره من برنامج مطبخنا. هذا البرنامج اللي بيطلع عليكم بشكل اسبوعي كل نهار جمعه حصريا على قناه شو الاخبار، ومن خلاله اكيد بنعمل نحن وياكم اطيب الاطباق من المطابخ العربيه والعالميه. واليوم مثل ما معودين نحن وياكم اطباق جديده على الهواء مباشره رح نعملها. اليوم رح نعمل اكلير بالفانيلا، رح نعطيكم المكونات، رح نحن وياكم نعمل الخطوات مباشرة على الهواء، وكمان بتشوفوا الاند برودكت وانا بدوق بالنهاية وانتم بتطلعوا ما بيأثر. كمان مثل ما وعدناكم بمناسبة الاعياد اكيد انه كل نهار كل اسبوع رح نربح اتليست حدا يربح معنا. الاسبوع الماضي ربحنا 10 كل واحد ربح $100 مبلوكة هودي اللي ربحوا. مفروض البعض منكم بلش يستلم ابتداء من امبارح. اللي ربحوا العشرة اللي ربحوا $100 كل واحد خينا محمد من فورنيتشر كينج هو اللي عم بيسلمون الهدايا تبعهم، فالمفروض ابتداء من امبارح بلش بعض الاشخاص يوصلون الهدايا تبعهم. فاللي بعد ما وصلته بس يبعث لنا مسج انه بعد ما وصلته، وان شاء الله نحن بنخليكم تتواصلوا مع محمد ونتأكد انه كل شيء صار تمام. اليوم رح نسحب فائز جديد، اليوم مش هلأ باخر الحلقة اكيد عم بيزيدوا الاسماء، في اسماء جديدة زادت اليوم من انستغرام من يوتيوب من فيسبوك، اللي هودي اللي عم يعملوا مسابقة كتير بسيطة، اللي عم يعملوا شير للبرامج تبعنا مش بس برنامج مطبخنا كبرامج بشكل عام، اللي عم يعمل تاج لثلاث اشخاص، اللي عم يعمل بس هو هني يمكن تاج لثلاث اشخاص هو هني اذا بدك تعمل تاج لثلاث اشخاص وشير ولايك وفولو للصفحه على وسائل التواصل الاجتماعي. استاذنا اهلا وسهلا فيك، طولنا عليك. اهلا وسهلا فيكم المشاهدين. مثل ما قلت ان اليوم اكلير فانيل، يعني فينا نعمل بالشوكولا وفينا نعمل فانيل يعني ساده يعني. نعم هلا نحن راح نعمل شوي نحط عليه شوكولا كم حبه وكم حبه نتركهم ساده، نحط كريم شانتيه عليهم. هلا بدنا نبلش اول شيء بالعجينه، لانه العجينه بدها لحتى لي نعملها على النار يعني خبزه يعني بدك تعتبر بدك شيء نص ساعه. تمام. نحن عاملين عجينه على جنب بس رح نعمل العجينه هون لحتى نشوف كيف عم نعمل العجينه. نعم. مثل ما قلنا بالمقادير عندي 150 جرام مي و150 جرام حليب، نحن بنحط حليب ومي لنخفف شوي الدسامه من الحليب يعني عشان هيك حطيناها نص بنص. فينا نعملها بمي على الحل، فينا نعملها بحليب على الحل. وعندنا هون 150 جرام زبده، وعندنا 160 جرام طحين، وشي 15 جرام سكر، ورشه ملح، وخمس بيضات. البيض ما بنحطه دفعه واحده، بنحط بيضه بيضه، بركي ما اكلوش الاربع بيضات او الخمس اللي نحن كاتبينها حسب حجم البيض يعني. اول شيء بدنا نغلي على النار الحليب مع المي مع الزبده والسكر والملح. الحليب مع الماء مع السكر مع الملح، حليب وهي الزبدة بظهره بس تدوب الزبدة وتغلي ويغلي الحليب، ساعتها بنحط الطحين دفعة واحدة ومنحركهم وبننقلن على وعاء تانية. نعم. وهي رشة فانيليا. نعم. ومثل ما قلنا السكر يعني ملعقة سكر مش مليانة جمامة يعني، ورشة ملح صغيرة. هلا بس يدوبوا هودا بدنا نحط الطحين دفعة واحدة. بدنا نقلب الطحين شي دقيقتين على النار لينشف، نرجع من يوم ونحطه بوعاء تانية ونصير نحط البيض وحده ونخفقها ليخلصوا البيضات، بس تصير العجين تنزل شقف شقف من الملعقة بيكون معش بدها بيض.
بعدين بدنا نحطها على صينية عليها ورقة زبدة، ندهنها بصفار بيض وبنخبزها بالفرن على حرارة 375 من 25 ل 30 دقيقة، يعني حسب فينا نحطها على 350 يعني على البطيء، بتضلها معنا 35 دقيقة. نعم. أكيد تحياتنا لكل اللي عم بيتابعنا، لكل اللي عم يحضرنا، ران، أبو سعيد، عفت، لينا، ليلى، علي، كل اللي عم يحضرنا، أهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم، زينب، نارو، أهلا وسهلا بالجميع. أكيد ما تنسوا تعملوا شير لهذه الحلقة، تعملوا تاج لرفقاتكم ليجوا يحضروا معنا كمان، ونحن وياكم على طول مستمرين في هذا البرنامج. عتاب أهلا وسهلا، أمينة أهلا وسهلا فيك كمان. هلا هي العجينة الأساسية للإكلير هي عجينة الشو، يعني فينا نعمل منها الشو على كريم بدون ما نعملها بنطاول نعملها مبرومة. نعم. أو فينا نعمل الحب الصغير نعمل منه جراغنبوش. نعم. اللي بيعملوها بالحفلات يعني. هلا الحليب والسخن هو الزبدة والملح، بنحط الطحين دفعة واحدة ومنحركهم كده. حياتنا اللي عم يحضرنا كمان على انستغرام، اللي عم يحضرنا على تيك توك، على فيسبوك، فمطرح ما كنتوا عم تحضرونا اهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم وشكرا على المتابعه. اذا شايفين العجينه يعني صارت بهالشكل هيك، بدنا نشفها دقيقتين نرجع ننقلها على وعاء ثاني. نعم. يعني ملاحظ انه ما فينا نحط الطحين والحليب بارد، ببرغل الطحين. لازم يكون الحليب سخن. نعم تمام. زينب سعد مساكم، احضركم 20 دقيقة لازم ارجع على صفي. اهلا وسهلا بزينب، اكيد اشتقنا لمتابعتك زينب، وشكرا لك دائما على هذه المتابعة الدائمة لنا. بسم الله، يعني عجينة مرتبة بسم الله. هي العجينة بهالشكل هيك. نحركها شوي صغيرة خلي يطلع منها شوية بخار. نعم. نصير نحط البيضة ورا التين. أحلام أهلا وسهلا، أمينة أهلا وسهلا، فاطمة، أبو خليل أهلا وسهلا، شكرا لك. خلودي اهلا وسهلا فيكي، الحمد لله كل شيء تمام، شكرا. صباح اهلا وسهلا، باسمه اهلا وسهلا، حبيبه اهلا وسهلا، كل اللي عم بيتابعنا ويحضرنا اهلا وسهلا فيكم وشكرا على هذه المتابعه الدائمه. رنا شري الله يعافيك. يعني اول شيء بنحرك بالملعقه بعدين بالشوبك بس ينعموا شوي، بنعمل بالشريط لانه اذا حطينا شريط هلا العجينه بتعلق فيه. بسمة مثل نور، علي عمار أهلا وسهلا فيك، سحر زهر أهلا وسهلا فيك سحر. اللي عنده مكنة في يعملها على المكنة، بس نحن حبينا نعملها على إيدنا لأنه اللي ما عندوش خفاقة تنعمل على الإيد يعني. امليا اهلا وسهلا، الله يخليكي. امل فناش اهلا وسهلا، زينب ناصر كمان اهلا وسهلا. سو بتحط بيضه بترجع يعني البيضه بنخفقها نرجع نحط غير، ما في نحط بيض كله، بركي بديش البيضات كلها. تمام تمام.
ملاك اهلا وسهلا فيك، فاتنا اهلا وسهلا، شو اخباركم؟ خبرونا كل شيء تمام. مرحبا اللي حيلونا على تيك توك. شو عم نطبخ؟ عم نطبخ اكلير فانيلا، يعني عجينة الشو. هي هي عجينة الشو هلا بلشنا فيها نحن. والله صرتوا شكرا يا زينب، اكيد ما في شك بهذا الموضوع، ما في شك بالمره، ما دائما نحن هودي اللي بتابعونا على طول، حتى لما تحضروناش نحن بنسال عنكم. وزينب انت وحده منهم اكيد يعني. الله يعافيكم جميعا اكيد. اكيد ما تنسوا المسابقه اللي اليوم رح نسحب رابح على القليلة، رابح هلا بنشوف حسب مزاجي، بس رابح اتليست رح يربح اليوم. اسماء دايما عم بتزيد، كل واحد عم يعمل شير اسمه رح بيكون موجود هون، كل واحد عم يعمل شير، عم يعمل تاج لثلاث اشخاص، عم يعمل لايك وفولو لصفحاتنا على فيسبوك على انستغرام على تويتر على تيك توك، عم يعمل سبسكرايب على يوتيوب، عم بيفوت اسماءهم وبنسحب اسم. هذيك الجمعة سحبنا 10 أسماء، في حلقة بالأعياد كمان مرة تانية رح نسحب 10 أسماء ورح تربحوا $50. 10 أسماء كل اسم رح يربح $50. مفروض تكون الحلقة ب 23 الشهر، مفروض يعني ب 23 الشهر. فكل هؤلاء الأشخاص اللي عم يعملوا شير، اللي عم يعملوا تاج، اللي عم يعملوا عم بيشاركوا بشكل دائم، أساميهم عم تفوت بالسحب. بشكل أسبوعي رح يكون عندهم فرصة ليربحوا، وفي حلقه او حلقتين للاعياد، بس اتليست في حلقه رح تكون اتليست 10 اشخاص رح يربحوا كل واحد $50 كاش. دزنت ماتر وين عايشين. الله يعافيك باسم، ثانك يو. نضال اهلا وسهلا فيك. جورج ثانك يو جورج، كلك ذوق. سمر محمد اهلا، بدها حركه منيح هيدا. ايه ليش عم بنزع عندهم مكنة فين يعملوها على المكنة بس ساعة الايد يعني هيك بعد بدي بعد بدي يعني. بعد بدي بايد شوي صغيرة مش كتير. عفت ناصر ايه اسمك موجود اكيد، لك كل اللي عم يعمل تاج كله اسمه موجود. فاطمة عبد الله هلا بنحط لك اسمك يا فاطمة، ضميريا لا اسمك مش موجود صراحة، يلا بنحط لك اسمك تكرم عينك. للدمي والضمير الواحد لازم يشتغل. لا 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 انا لانه انا اللي كاتب الاسامي فبعرف مين اسمه مكتوب ومين اسمه مش مكتوب. ف بشكل عام عم نطلع على اللي عم يعمل تاجز وهيك شغلات. فاطمه مش مذكر انه حاطط لها اسمه صراحه، خلينا نحط لها اسمها هلا. شو القصه الكبيره ها؟ ما نخفق البيضة هي ممكن ما تخديش كلها، ممكن ما تاخدش البيضة كلها. ايه اذا اخذتها كلها بيكون هيدي فاطمة عبد الله حتى نالك اسمك. ايه ولا ما هو هيك لازم يكون الموضوع، يا نور يمين لازم كنتوا تربخوا اكتر من الربح. هلا نحن هيدا الربع عاملينه صراحة هيك صراحة يعني الحمد لله الصفحة عليها متابعة والبرامج العالم كلها بتحضرها، ان كله مع ربح ولا بلا ربح. منا يعني بكل تواضع منا بحاجة الصفحة صراحة يعني، خصوصا على فيسبوك ويوتيوب وتيك توك منا بحاجة الصفحة لربح وارباح وقصص وحكايات. الحمد لله في متابعين بيحضروا على طول وبشكل دائم ويتفاعلوا معنا وبيتواصلوا معنا، واذا شافونا على الطريق بيسلموا علينا. فبس هيدي كمان كرد جميل لهؤلاء الاشخاص اللي عم بيتابعوا على طول، انه كمان مش غلط اللي بيتابع يربح، يكون عنده فرصه يربح مش غلط. اعياد هلا كيف تعرف انه خلصت؟ هلا عم شوفك عم تعليها شوي، بدي اياها تنزل شقف يعني نزل. ايه هلا معش بدي بس يعني اكلت 5 بيضات. امليه اسمك موجود اكيد. سميره اهلا وسهلا سميره، سميره ربحت معنا وعلى طول بتحضر سميره. ولاء منصور لا موجوده اكيد.
كل اللي عم يعمل تاكس وهيك شغلات اسمائه موجوده صراحه. يعني في 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 يمكن فكروا انه في هون 10، صدقوني اتصلار بنيمه، يعني عم بقعد انا 3 ساعات ساعتين او قبل ما انه عندي كثير شغل لحتى اكتب اسامي. هي العجينه خالصه، خلصت العجينه عشان هيك انا لك بتنزل. بيرفكت، نزلت شقف هلا يعني. ايه نحط طلع منها باصبعنا هيك. يعني بنضل تمام. سو هي العجينه خلصناها، يعطيك العافيه. بدنا نسكبها هلا. قلت لك ايدك اعطيني هذيك. ايه هلا على الايد بتتعب، بس انه على المكنه دغري، بس نحن عم حبينا نعملها على الايد. بس فين يعملوها على المكنه؟ فين يعملوها على المكنه، ما بيأثر. تمام. سو هي اول شغله خلصناها اللي هي العجينه، بدنا نحطها. هذه اهم شغله اصلا. اذا العجينه طلعت مش منيحه بتطلعش الاكلير منيحه. هذي شو عم تعمل لها هذي هلا؟ بس بحطي لي حط ورقة زبدة تلزق ما تقبش. تمام. أحلام أكيد اسمك موجود. أحلام بتحضري وبتعلقي وعلى البرامج وعلى الصور وعلى كل شيء، أكيد اسمك موجود. إذا أنت اسمك مش موجود مين بده يكون اسمه موجود؟ إيمان وأحلام وخلود وهو كلهم بيحضروا على طول. يلا. Here we go. تفضل أستاذنا. اللي ربحوا بالبرنامج معنا بالطبخ اوريدي استلموا بلبنان 500 الف اللي ربحوهم، هودي استلموا انا سلمناهم اياهم، واللي ربحوا كمان هون بامريكا كمان استلموا. سو بس بدنا نتاكد اللي ربحوا هودي اللي 10 اللي ربحوا 100 دولار بس تواصلوا معنا قالوا لنا اذا استلمتوا ايه ولا لا، لانه مش انا اللي عم سلم تبع ال100 دولار صراحه. فخبروني اللي ما استلم بعدي قلنا عشان نتأكد انه توصلكم ان الجائزة تبعكم، لانه هذا حقكم صراحة. عتاب شفتك عم تحضري، وصلتك شيء عتاب ال100 دولار ولا بعد؟ خبرينا. انا اليوم رح شوفه لمحمد فبنسأله اليوم كمان اذا بعد في حدا ما وصله. فاطمة ابو يا موجود اسمائكم، عيناي تراد موجود. صباح كمان موجود الاسم صراحة. كل اللي بيعملوا تاج اسمه موجود، ما عم بتطلع وين عايشين، شو اللاست نيم، شو الفيرست نيم، ما عم بتطلع عشف. انا اوقات عم بكتب، في اللي بيشتغلوا معنا اوقات عم بيكتبوا، شو ما عم بيعمل حدا عم بيعمل شير عم بينزل اسمه بالسحب صراحة. هلا ما عندوش كيس مثل هي، هذا الكيس جبناه من لبنان لما نزلنا على لبنان. ما عندوش كيس مثل هذا، كيس نايل وزبلك بكون سميك وهي بيقصوله بيعمل زاوية وصير يعملوا فيها يعني. سميرة قد ما الأكل طيب انصحنا، يعطيكم العافية. الله يعافيكي، الله يعافيكي. باي ذا واي حتى اللي على انستغرام اللي عم اللي عم بيعمل ريشير، لأنه على انستغرام فينا نعرف مين عم بيعمل شير وهيك، كمان اسمه عم ينزل يعني. إن شاء الله يطلع شي حدا اسمه بكون مكتوب حد اسمه انستا يعني انستغرام. ف يعني يوتيوب كمان عم شوف عم نزل بعض الاسامي، خصوصا الاسامي بشوفهم بيعلقوا على طول، كمان عم نزل لهم الاساميون. عادي نعم اسمك موجود. محمد اي ام، والله مش متاكد يا محمد اي ام، هلا منتاكد تكرم عينك. محمد اي ام دايزي فلاور، اهلا وسهلا. يلا خليني اساعدك انا شوي، حش قاعد عم اتحدث. هدي الكيس، هدي الكيس. يا سميرة، شبه سميرة، شكرا على هدية كتير مميزة كتير. باي ذا واي تبع سميرة أنا عجبتني صراحة. في بقلبها كتير شغلات كانت ويونيك يعني هيك فريدي يعني. خلينا هلا نفرجيني هون، خليني أقرب الكاميرا لعندك أنا حتى يشوفوا اكزاكتلي كيف عم تعملون. بدنا نبعدها شوي عن الحفة. اي يعني طول شي 10 سنتي.
فاديا، انا جاوبت على رسالتك امبارح وقلت لك وين بعثت رساله. فاديا باي ذا واي اسلوبك مش حلو، باي ذا واي فاديا كثير اسلوب دج صراحه، يو نو ما حدا هربان منك تو بي اونست وذ يو. هلا كنا عم نقول للاشخاص اللي ما استلموا يتواصلوا معنا لنسلمهم، ومش انا اللي عم سلم، في محمد كحله هو اللي عم بيسلم هودي اللي ربحوا $100. بس صراحه يعني سوري، بس اسلوبك دج كثير ما بيسوى، حسني اسلوبك شوي. طيب شايفين الوحدات؟ لانه شيكنا على رساله الصفحه ما في، وين بعثت رساله لمينو؟ واذا محمد ببعث لك اياها انا اليوم ببعث لك اياها فاديا. يلا خلينا نشوف وين صرنا. حلو ازاي نعملها شوي صغيره. هلا بكون عندنا هوني بايض فاتن. بدي اسالك عن الكيك ليه بيكون نافخ وما احلاه بس يبرد بتلاقيه هفت؟ هفت لان النار قويه علي طلع بسرعه. فكرت استوى، بس فتحت الباب علي نزل. حلو حلو يكون قويه النار علي. حلو حلو وفاء، اهلا وسهلا فيك يا وفاء. لينا اكيد فيك تدخلي على جروب الواتساب، في لينك نحن حاطينه، فيك تكبسي على اللينك ودغري، بس تكبسوا على اللينك دغري بتصيروا موجودين بقلب بقلب الجروب. دهن شويه بايض بس مش هيدن ياخذوا لون ذهبي يعني. تمام فيني شيل هذا من هون بس لحتى فرجيه شو عم بيصير عندك. خليني احطه هون فور ثاني تايم بس. شكرا يا سحر. يلا نحطه بالفرن. اوكي يلا فرن وراي اذا بدك تحطهم اكيد. تعمل صينيتين؟ ما في شوية عجين احسن ما. يلا نعمل صينيتين مش غلط. عير قديش بدي عير لها؟ عيرها 25 دقيقة. 25 دقيقة اسم الله بدها. يلا 25 دقيقة عيرناها، 25 دقيقة فقط لا غير. ليكو انا ما عادش بدي اكتب اسمها اسماء هلا على الهواء، رح اكتب بعد اسم وبعد الحلقة بنطلع مين يعني في فرص لقدام يعني، فاهمين كيف؟ لانه هلا عم بتقولوا لي مكتوب اسمي مش مكتوب اسمي، ما بدي اتاكد اذا عاملين شير ولا لا صراحة، يو نو وات اي مين. ف رح اكتب اسم حدا بيأثر شيء البايض اذا كان بالبراد او بحراره الغرفه على فخار. ايه بده يكون برا سخن برا لانه بالبراد يكون مسقع. دايزي موجود ما حدا يسالني اذا في اسمه موجود ولا لا، بليز بس ركزوا على الحلقه واعملوا تاج للي بدكم اياه. اللي عامل الستبس اكيد اسمه موجود. ها يا ريت منورين اطيب اكلير زينب ناصر على التيك توك، تحياتنا للتيك توك كمان، انا عم بنساكم شوي على التيك توك بس تحياتنا لكم، اهلا وسهلا فيكم كل اللي عم يتابعنا كل اللي عم يحضرنا، ان كانوا من تيك توك ان كانوا من يوتيوب انستغرام كمان طالعين لايف على انستغرام اليوم، فيسبوك، كل الاماكن عم تحضرنا اهلا وسهلا فيكم، سعيدين بوجود الجميع معنا، معكم على الانستغرام وفيسبوك واليوتيوب. سحر اهلا وسهلا بسحر. حلو عملت لهم هودي الصغار انت، هودي بيجوا عملت اثنين هودي. ايه هودي مش غلط تعملهم. عتاب اوكي تكرم عينك، يلا تكرم عينك يا عتاب. انا اليوم رح شوفه لمحمد anyway صراحة، ومننهي هيدا الموضوع، اللي استلم استلم اللي ما استلم ان شاء الله نحن بنحول له وبعدين بناخذه من محمد، بس شكل محمد بيزي للايام لو بالعاده بيحول دغري. شو هذا بنحطه بعدين؟ بنحطه بعدين. هلا في عندنا الكريم باتسيير، احنا عاملين الكريم باتسيير بس راح بعملها انا لشوفوه، نحن هذيك مره عملناها بالطرد بس راح نعملها هلا كتاب على هيدي يعني.
يعني في عندي نصف لتر حليب 480 جرام حليب. هلا بدنا نعمل كريم باتيسير. حط لهم المواد. كريم باتيسير صارت موجودة عندكم. حليب سائل 480 جرام. حاطين 450 نحن. ما بيأثر. بدنا نغلي الحليب بالأول. بيكون عندي 4 صفار بيض و150 جرام سكر و35 جرام نشا. بنخفقهم مع بعض مع شوية فانيليا ومنضيفهم. بس يغلي الحليب بنضيف الحليب فوق منه. الكيس اللي فيها بيضة اعطيني اياها. الكيس اللي فيها بيضة. يلا الكيس اللي فيها بيضة. هدي هي الكيس اللي فيها بيضة كان. شو هي؟ اللي بدي حتى انا. نستعمل الصفار يعني. تمام. اهلا وسهلا وزن صلات. اهلا وسهلا زينب ناصر من تيك توك. شي شيرد ذا لايف فيديو اون تيك توك. زينب هلا مفوت لك اسمك بالسحب على تيك توك. تكرم عينك. اكيد شكرا للسبونسرز تبع هيدا البرنامج. هلا بنقول لكم مين السبونسرز. الصفار بنخفقه مع السكر اللي هن 150 جرام. نخفقهم لحتى السكر يذوب معاهم. ما حطيت لهم الوقت؟ حط له. لا قلت لك حط له. اوكي بيك. بيك 350. ايه. او قديه؟ 25 دقيقة. هلا صار بده 20 مينت بس. مشي الحال. حطينا صفار البيض السكر والنشا. إيمان الله يعافيك يا رب. الله يخليك. خفقنا هيك صفار البيض والنشا والسكر. هلا بنضيف شوية حليب بظهرهم. حليب سخن. حليب سخن؟ حليب بدنا نغليه مع شوية فانيليا. وبنضيفه فوق الصفار والنشا وبنرجع بنرجعه على النار. اشتهينا شمالة تنزلني منشور طبخ تبعتينا شي وجبة مستقيم. سهيل اهلا وسهلا بسهيل. ما فهمت شو رسالتك بس اهلا وسهلا. كدي يا هلا هان. تفضل. غلينا الحليب نحط نصهم فوق النشا والسكر والصفار والبيض ونرجع بنحطهم على النار بنغليهم غلوة وحدة. عبير فنيش راح تحضر على تيك توك. عبير على تيك توك ما بعرف كيف تعملوا شير يا عبير. كنت حدا يكتب له بالكومنت لعبير كيف تعمل شير على تيك توك. بس اسمك موجود يا عبير. بس اعملي شير على تيك توك ما بيأثر. عباس خي عباس السحم على اليمين. شو السحم على اليمين؟ صعب الا السحم على اليمين. اوكي طيب برافو عليك عباس. ايش محمد برو شكرا لك. علي وندى ماجد شكرا لكم. ممكن اشتغل معاكم دوقة بسنت؟ انا بشتغل لحالي تخافوش انا بدوقهم. هلا مرجعين على النار يغلي غلي وحدة. بس يغلي غلي وحدة بدنا نشيلهم ونغطيهم ليبرجوا. تمام. شو غلوة وحدة؟ بس يبلشوا يعملوا فقع بنشيلها. تمام.
ما بدي هن يشتدوا كتير يعني. تماس تماس تماس. شو ال The last year too. منورين حبايبي الحلوين. شكرا شكرا. دانا كوسا شو الأكل الأكل إكلير فانيلا إكلير. تيك توك والله you guys are very active on تيك توك. حبيت The last year too shared the live video. Thank you على الشير. جنى أهلا وسهلا. نانو أهلا وسهلا. باسمة أهلا وسهلا. سميحة أهلا وسهلا. كل اللي عم يحضر أهلا وسهلا. بتبرروا كل العشيرة عندنا اسم الله. عبير علي أهلا وسهلا فيك. عطول بتحضر عبير. أنا في أسماء بعرفها لأنه عطول بتحضر عطول بتتابع عطول بتتفاعل عطول بتشارك. إن شاء الله كأنه في هدايا ما في هدايا. في بعض الأشخاص بيجوا بس عشان الهدايا ما بيأثر. يلا تيا 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 ترى. أوكي أوكي أوكي. شيف علي قاسم اهلا وسهلا فيك حبيبي. كلك ذوق الله. هي الكريم بس سيار خالصه هيك. اوه واو بسم الله. كنا منظر حلو اللون الاصفر. ما هي صفار البيض. نحن فينا نعمل كريم انجليز بدون نشي. صفار بيض مع حليب وسكر بيطلع كريم انجليز معاني والله. ايه هلا بنتركون يعني ما مشتغل فيهن هول اللي يبردوا. تمام. عشان هيك نحن عاملين هدا خد معك هنا عاملين بالبيت شوي لانه باردين. نشتغل فيه ما يكونوا باردين. سو هلا بيتغطوا. هلا مغطيهم. المفروض نحطهم بالبراد او بيضلوا على جنب ما بيأثرش. انا مو كثير بالحلويات لكن اعملها ان شاء الله. حبيبي اسم الله عليك. على طول بتحضري على طول بتتابعي على طول بتعمل الاكلات اللي نحن بنعملها وبتبعتي لنا صورهم فشكرا لك حبيبه. وصلني المسج تبعك امبارح باي ذا واي على واتساب. وفاء انت احلى. شكرا يا وفاء. كلك ذوق من ذوقك هيدا اكيد. جنى يا نزل اسمك. نزل اسمك يا جنى. هذا كريم باتيسير خالص هيك. خلص الكريم باتيسير. مفروض زي ما نحشي فيه العجينة بده يكون بارد. تمام تمام. طيب بدي اطلع بريك انا. بريك بريك, بريك الوحيد بالحلقة بس نرجع من البريك تحشيهم. تمام. شو رأيك بالموضوع؟ ايه بس بدنا نحط شوية مي ندوب الشوكولاية. قول الله انت اعمل. خليني اطلع بريك انا بتخلص. اطلع بريك. بريك. اكيد تحياتنا لكم متابعينا. ما تنسوا تعملوا شير لهذه الحلقة. ما تنسوا تعملوا تاج لثلاث اشخاص. تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك انستغرام تويتر تيك توك ويوتيوب. تفعيل جرس التنبيه ليوصلكم ليوصلكم الاشعار لما نحن نطلع لايف او لما بيصير في شيء. وفيكم تنضموا لنا على جروباتنا على الواتساب كمان بيوصلكم اشعار هونيك. كل الشكر لداعمين هذا البرنامج. كل من تكسبرتس العقاري علي بيدوم من كلا الوريام ليجاسي واي بي لايتنج سبلايز. يلا بريك وبنرجع. من هم الضرائب وعندك اسئله كتير واستفسارات مش عارف لوين تروح ولمين تلجا؟ لا تفكر ولا تحتار. تكسبرت حدك ومعك لنساعدك تعبي على الضرائب بسهوله وبلا وجعت راس وبنحصل لك افضل عائد ضريبي. ما لك الا تزورنا وما تحمل هم شيء. سكور الاعلان محصل على $50 خصم على اي من خدماتنا. العنوان 23916 ميشيغان افينيو ديربورن. هاتف 877-717-1040. للدقة والثقة عنوان تاكسبرت لكم أفضل خيار. اي بي لايتنج سبلايز متجرك الاول ان كنت تبحث عن اضاءه مميزه للمباني السكنيه والتجاريه بالاضافه الى الثريات الفاخره المصنوعه من الكريستال بتصاميم عصريه واسعار مدروسه. اي بي لايتنج سبلايز باداره عماد بوسي. زورونا الان. هاتف 313-438-6516. العنوان 22325 ويست مون افينيو ديربون هايتس. وبنرجع لكم متابعينا ومشاهدينا في هذه الحلقه المباشره من برنامج مطبخنا مع الاستاذ الشيف محمد هاشم. شو بدكم فيه؟ يعني ركزوا عليه. هلا نحن هون عم ندوب في يعني كاتبين شوكولاته زينه مع شويه كريمه. نعم. وحبه زبده حاطينهم على البخار يعني طنجره فيها ماء. نعم. بنحطهم فوق منها
ونعملها شوي ليدوبه او فينا نحطه بالميكروويف. تمام الميكروويف فكره منيحه الميكروويف. بس نحن فرن حاطين فيه العجينه ما فينا نفتحها عشان هيك على البن ماري يعني مدوب من على البخار. ايه هلا هيدي شايفين الكاسرول من فوق انتم بس تحت الكاسرول في مي فيها مي عم تغلي. ايه يب شكرا يا عتاب الله يعافيك يا رب. هيك شوكولاته ديبا هلا هي العجينه اللي قلنا نحن عملناها خبزناها قبل بوقت لانه ما كانش في معنا وقت اني ننطر نص ساعه لحتين العجينه وترجع تبرد. خذ العين اسم الله مان شيء روعه هي العجينه. لكم كيف طالعين مرتبين اسم الله. فرجينا كيف تطلع بالفرن. خلصت هي يعني؟ لا 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 تفتحش عليها بس انه اذا فين يشوفوها يعني. ايه مبينه مبلا مبينه لكم مبينه لك قدامكم هون هذي بالفرن مبينه. فينا نفختها من تحت. بكره بنحط لكم كاميرا بالفرن بركي تفقع على الكاميرا. نفختها من تحت ونحشيه فينا نقصها بالطول من هون سكينة منشار صغيره. تمام. شفتن اوقات بالمحلات بيكون عندهم مثل هيدا بفخت بفوت ما هو عم نحكي كيس بفختوها من تحت واحد اثنين ثلاثة وبيحشوها. اوكي مزبوط هيك شايفهم بالمحلات انا بيعملوا. وفيك تقصها هاي وتحشيها. عاشت ايدك عنك تسلم شكرا. هل هي طرية ولا ناشفة؟ لا يعني لا طرية ولا قاسية بدها تكون اذا طرية كتير ما بتسويش. ايه مزبوط لا مميز صراحة يعني هيدي طريقة سهلة فيكن تعملوها عندكم بالبيت كتير طيبة صراحة. هلا انا بدي لكم اياها وبقول لكم شو الموضوع وشي بجنن حلو. احلى شيء انه بالبيت بتعملوها بالبيت من الشغلات اللي عندكم او الصغار اذا في نعملهم صغار وعلى شكل خرطوم بلزقون بسكر كراميل بيحشوهم بلزقون بلزقون هول بيحطوهم مثل بالعراس مزبوط بيعملوهم مثل يعني هيدي شغلات مثل بيض مثل طحين مثل كلها موجوده بالبيت عندكم. هيدي يعني شغلات بالبيت موجوده عندكم فيكم تعملوها وتعملوا حلو عندكم بالبيت يعني هيك. نحن وياكم اخ حسين هذا كان سؤالي. شو كان السؤال؟ ايه هذا سؤالك كان مزبوط. ايه هلا هي الكريم باتيسير بيري نحن عاملينه وقايلين في عندنا 200 جرام بدك شيء هذا سمين جرام هذا بنشي؟ لا فكرتك بدك اياه عشان هيك خليته. قايلين نحن في عندنا 200 جرام كريم شانتيه كريمه طازه مخفوقه يعني بنحطها مع الكريم باتيسير. كريم شانتيه مع كريم باتيسير تصير تطلع اطيب يعني بعد اسمي تصير يعطيها شوي بياض يعني. هذا كرز الزين هلا انتبهت له. كيف حطاها بياض شوي يلا بنحشيهم. تحشيهم بهينا ما بنصيرش بهذا بالنشيم بالملعقة خديجة قاسم أهلا وسهلا فيك خديجة الزينة هديك مثل ما بدك عادي حشيهم باللي بدك يعني.
مبين كتير طيبة. ايه طيبة كتير هيدا. جو 529 ممكن تكون الحشوة كاستر. ايه ما هي مثل الكاستر ها. لا ممكن يحطوا الكاستر. حطوا كاستر. ايه ايه. ممكن تحطوا الكاستر. ايه ما بيأثر. ايه هي زيت ما هي هيدا عم نعمل كاستر نحن. معزومين اللي عندكم اهلا وسهلا. تيا اوريدي نزل اسمك. تيا شري اوريدي نزلنا لك اسمك. هلا يمكن قد ما بدهم بيحطوا كل واحد قد ما بده بيحط. ايه بدهم بيكتروا بدهم بيقلوا قد ما بدهم. تمام. شو السؤال كان خلود؟ سوري ما انتبهت له. ماني كتير لانه شوي على هون على تيك توك شوي على انستغرام عم بروح شوف شو فيه شوي على الفيسبوك. فكيف كانت البرياني؟ كيف كانت البرياني؟ ما ضل منا خبر البرياني. ممكن بس كريم باتيسير. ايه ايه ايه. نحن حطينا الكريمة هيك مش. تمام. يعني فيك تحط كريم باتيسير بس. برافو على الاسئلة. واو واو لك عم يطلع منظر حلو اسم الله هون. ما بعرف اذا فيكم تشوفوهم بس ليكوا كيف منا كتير حلو المنظر. طريقة سهلة صراحة. الحلو انه هودي الفيديوهات بتضليها موجودة يعني على صفحاتنا على فيسبوك على انستغرام. على الانستغرام مش كلهم بيكونوا موجودين بس على فيسبوك وعلى يوتيوب وعلى الويب سايت تبعنا على طول بتلاقوا هودي الحلقات. دايما فيكم ترجعوا لهيدي الحلقات فيكم تحضروها انتو عم تعملوا الطبخة هيك توقفوا باز تقدموها على وقتكم. ايه مش غلط. جو 529 يس يس يا عين. شكرا يا ام احمد. ثانك يو. هيدي صغيره هيدي يا عين. هيمي اعمل اكلير. يلا اعملوا اكلير. شو الغلط؟ سهلي والله سهلي. انا عجبتني الطريقة صراحة. انا عم بحضر معكم وعجبتني الطريقة. حطهم هوني هودا. طريقة سيمبل. في اشخاص بتلاقيهم عم بيطبخوا بيعصلجوا الامور. هاي الشوكولا يا سبيتيل راحت علي الحلقة رح احضرها من اولها بعد الحلقة. اكيد نسرين دايما فيك تحضريها للحلقة بعد ما تخلص. نسرين على طول بتتابعينها انت. نايس. هلا عرفت انا هيدا الشوكولات هيدا اللي بيكون على وجهه من فوق كيف بيعملوه. صبتك بالعين انا. ما بيأثرش. بدك اعطيك هيدا محلة؟ هذا بس هذا بنشف كعبه من نشيلهم. مين سأل كذا سؤال؟ عتاب ولا مين؟ ما حدا عليه يا عمي. نحن على طول بنعبركم. لولو بركات. شو بها لولو؟ شو سألت لولو؟ لولو لولا ما بعرف. لولو بعتقد. بعتولنا كم حبة اكلير على جروب الواتساب. هلا بنبعث لكم الصورة تكرم عينكم.
نشيل هذا المنظر من هون وهيدا حطها هون. زينب خلف شكرا، الله يقويك، شكرا. كل الهنا على قلبكم جميعا. هذا اليوم عملنا ليالي لبنان الشيف. شو هو؟ ما مثل هذا ليالي لبنان، مش هذا اكلي. فكرت عم تقول ليالي لبنان انا سهره هيدي او لا؟ ليالي لبنان حلوه. هذا حلو اسمه ليالي لبنان. واو اوكي واو يا هاو بشوكولا، هاو بريب شوكولا عملناه نحن. فيك تحطها هون اذا بدك حد عيني على الشوكولاته. هلا بس ينشفه شوكولاته ساعتها من نقلبهم بس لينشف كعبن يعني. تمام تمام مميزة حلوين الاسامي اوقات اللي بتستعملوهم. الفتاة المجهولة حلو الاسم هذا. زهراء شكرا يا زهراء. تمام اكيد ما تنسوا تعملوا شير لهيدي الحلقه وتاجز وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معنا على طول مش غلط. يلا هلا هودي شو هودي هودي بلا شوكولاته بدنا نعملهم. ما بدنا نزينهم. هيدي شو بدك تزينهم بشو؟ هيدي كريم كريم شانتيه. كريم شانتيه يعني. هلا سميحة شكرا. اختي رشان اهلا وسهلا. فؤاد ماجد اهلا وسهلا. عنا هون ما بيحطوا شوكولا بها بالسكين بيحطوا بايدهم. فقدي بكون انت. يلا قربنا بقى ما تنسوا باخر الحلقه. انا بعتقد خلصوا هوتي بقى دول دقيقه بس دقيقه. يلا اوكي انا بس انا فكرت اخلص. هيت عندك بدك يا حدك اوكي يلا. تعال فيك تعمل عدة أشكال. ايه نايس فيري نايس. فعليت شو اسمه هذا عسل أسود. فيري فيري نايس. ملعا ولا سكينة ولا انا ساكت بس لتشوفوا المنظر. بس انا اترككم مع المنظر. دخيل ايديك يا كبيرنا علي قاسم حبيبي علي في كلك. سوزان زكريا اهلا وسهلا. بسم الله. روعة روعة. نحط
لهم بعد تحط لهم شيء بعد ولا هو بيخلصوا هو؟ لا لا بس كمان بدنا نشفوا لحتى نقلبنا تقلبون؟ خلص خليهم هيك بس ليش حطوا لا رح نقلبنا هذا حطهم هيك حطهم هيك بس ليش ما بين انه هني شوكولاتة نفرجين عليهم يا عين بس خلينا نشيلها لهيدا ولا من خاف يا أبتي أعطيني هيدا حتى فرضنا رح ننظف الطاولة ونفعل شو عملنا نربح حدا و to leave to be or not to be وين عم تحضروا شوفوا لنا المنظر المميز تري جولي تري ماجنيفيك يا بك تذكرون شو عملت عملنا عجينة الشو اللي عملنا من الإكلير يعني عجينة الشو حطينا نحن فينا نحط 300 مي أو 300 حليب بس أصبناها نحن بالنص 150 مي 150 حليب حطينا بظهر 150 جرام زبدة ملعقة سكر ورشة ملح غليناهن على النار الحليب مع الزبدة مع السكر والملح بس غلو عندي 160 جرام طحين يعني قد نص الحليبات بنحط طحين بنحط الطحين دفعة واحدة ومنحركه بسرعة لحتى ما يكبتل بس تطلع العجينة لزجة يعني شوي ناعمة بنشفها على النار دقيقتين وبنرجع من قيمة بنحطها بواعة تانية بيكون عندي خمس بيضات بصير حط بيضة ورا التانية بس اخفق البيضة مع العجينة برجع بحط التانية لا يخلصوا الخمسة بس يخلصوا بنعبيها بكيس كرطاس او مثل ما قلت يعني اذا فيش عندي كيس كيس زبلك نايلو يعني بيخطوا له الزاوية تبعه وبيحطوا العجينة فيه بيحطوا ورقة زبدة بكعب الصينية وبيحطوها بطول 10 سنتي او بيحطوها مبرومة مدورة بس تخلص بدهنوها بصفار البيض بيحطوها بالفرن على حرارة 375 25 دقيقة ل 30 دقيقة يعني هي ممكن ب 25 تستوي بس تستوي بنقيمها تبرد بكون عاملين كريم باتيسير اللي هو قلنا 450 جرام حليب وعندنا أربع صفارات وعندنا 150 جرام سكر و 30 جرام نشا ورشة فانيليا نغلي الحليب مع الفانيليا على النار ممكن نحط شوية برش حامض ما بيأثر يعني نخفى على جنب السكر مع صفار البيض والنشا نرجع منضيف الحليب السخن فوق منهم ومنصفيهم على واعة تانية منحطهم على النار لا يغلوا غلي واحدة منتركهم على جنب يبردوا بس يبردوا نحشي فيهم الإكلير أو فينا نعمل الشو بوتفل بوتفل خلنا صورة أنا يعطيك العافية أو خلص بدك فرجين علينا فرجين علينا أنت بكون أنا أكلت لي شي حبة بس هيك تسلي شو نايلو هي هذا عم يجي عليه ايه العجينة من هلي زمان شوفوه على الكاميرا صارت يلا خلينا نربح حدا نضطرناهم معنا كتير خليني ابلع انا خلينا نزيح هذا هيك بس للدمي والضمير اعمل هيك 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 ورجع غمض عينيك وسحب لك شي اسم بس بتغمض لا بتغمض عينيك وتدير بالرايح انا بعرفهم انا لك بعضهم مش كلهم يا هناء السراي ما بعرف وين في كاميرا قريبه ما بعرف وين هي الكاميرا هناء السراي ايه هذي منيحه هناء السراي هناء السراي مبروك يا هناء تواصلي معنا هلا بناء على انت وين عايشه ساعتها بنقول لك شو ربحتي هناء اوكي هناء السراي اسحب لك بعد اسم بيي ما بيأثر يلا اليوم
بس غمق 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 هنا وقت هتلا اسحب اسم انا بدل ما تسحب انت اسحب وانت اسحب وانت هتلا اسحب لي اسم انا ما انت سحبت ايه ما مش عم يدور هنا والله انا ايدي منيحة عليك احلام رمال والله ايدي منيحة عليا دور الفار احلام احلام خلينا نربح الاحلام ربح يلا ربح احلام احلام 500 الف الاحلام مبروك احلام احلام من لبنان عشان هيك عرفت دغري انه 500 الف تمام اتفقنا سو ربحنا اثنين اليوم على اساس نربح حدا ربح اثنين يلا مبروك شفت لقوني احلام عم تحضر طيب الاسمين اللي ربحوا اليوم مبروك لاحلام رمال من لبنان ربحتي 500 الف بتوصلك دغري بكره دغري 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 على السريع وهناء السراي ربحت هناء بس توصلي لأعرف معنى لأعرف أنت منين وبناء على أنت منين ساعتها بنقول لك شو ربحتي معنا يا هناء تمام سو هناء السراي وأحلام رمل ألف مبروك اثنيناتكم ومستمرين نحن وياكم بفرص الربح من هلأ لنهاية هيدا العام كل نهار جمعة رح يكون في فرصة ربح لألكم ورابح او ربحين المفروض كنا نربح واحد اليوم بس ما بيأثر ربحنا حدا تاني والتاني اللي ربح بيستاهل صراحة وان شاء الله يعني عندنا حلقة اعياد رح تكون على الاغلب ب 23 الشهر رح تكون 10 اشخاص على القليل رح يربحوا كل واحد منهم 50 دولار كل اللي عليكم تعملوه انه تعملوا شير للحلقة ثلاثي تاج لثلاث اشخاص وتعملوا لايك وفولو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي احلام ربحوا اليوم بليز بعثوا لنا مسج باسمكم ورقم تليفونكم الاسم القانوني لكم ورقم تليفونكم وان شاء الله بنسلمكم الهديه تبعكم بعد ما استلم بعثنا مسج اوريدي لمحمد كحله من هودي ربحوا من فيوتشر كينج قلنا له جرستنا مع العالم روحوا ابعث لهم مصرياتهم واليوم صراحه اذا ما بينبعثوا مصريات انا رح ابعثهم من هنا شكرا لك يعطيك العافيه شكرا للسبونسرز شو اسمه تاكسبرتس وعلي بايدون من كيلر ويليام ليجاسي واي بي لايتنج سبلايز لحتى نشوفكم ان شاء الله بحلقات مقبله من هذا البرنامج وبرامج اخرى كما كان حسين هاشم من قناه الاخبار الى اللقاء Do-d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 o